بأطيب التحايا وأرق العبارات مشاهدينا الكرام، نلتقي مرة أخرى في برنامج أهل المدينة، فأهلا ومرحبا بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: تردي الخدمات وقسوة الحياة في لحج، الموروث الاجتماعي، جذور الهوية وصلة الانتماء، سليمان يوسف، حب الفن والواقع الصعب. مشاهدينا الكرام، لا تزال الأخبار والفعاليات والأحداث تتسارع في العاصمة المؤقتة عدن، اخترنا لكم مجموعة منها في الفقرة القادمة. بحثت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن أنجليسين مع مسؤولين حكوميين في العاصمة المؤقتة عدن تعزيز التعاون المشترك في المجالات الطبية والاجتماعية، وشدد المسؤولون الحكوميون على أهمية نقل صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى العاصمة المؤقتة عدن وتفعيل البرامج الخاصة بالمساحات الآمنة للنساء والأطفال في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها البلاد والبرامج الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. الصندوق الوطني للسكان إلى عدن. أكد نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي حرص الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة للسكان رغم الظروف المعيشية والاقتصادية التي تعيشها البلاد. الخنبشي وخلال فعالية احتفالية باليوم العالمي للسكان دعا المنظمات الأممية والدولية للانتقال إلى عدن من أجل التنسيق مع الحكومة الشرعية عن قرب لما من شأنه خدمة المجتمع وتعزيز الوعي السكاني بمختلف المجالات. لحج المحافظة الزراعية والأشهر من حيث تنوع المحاصيل الزراعية، ولكنها الأفقر من حيث الخدمات في شتى المجالات، لنتابع. تركة ثقيلة ورثتها السنين لمحافظة لحج، المنطقة الزراعية الأشهر تنوعاً في إنتاج المحاصيل والأفقر خدمياً في شتى المجالات. مشكلة الكهرباء ومشكلة المياه ومشكلة النظافة ومشروع الصحة ومشروع التعليم، هذه خمس حالات مهمة جدا لم تلقى حتى اللحظة الاكتفاء الذاتي أو الاكتفاء نسبة من الاكتفاء الذاتي على الأقل. لا زالت مع المحافظة أو المديرية تعاني من كافة الخدمات المتوفرة حاليا رغم الجهود اللي تبذل، ولكن لا زالت الأمور سيئة نوعا ما. الكهرباء لم توصل للحد المطلوب، المياه لا تتوفر في استمرار رغم درجة الحرارة الشديدة حاليا. بالنسبة للجانب الصحي، وبحكم ان عندنا محافظة يعني مستشفى مركزي، لكن لا زالت الخدمات فيها بالسالب، الامور فيها لا تطمن ابدا. الوضع الصحي، الوضع الخدمي، توفر الاطباء، توفر الادوية، فهذه معاناة بحد ذاتها بالنسبة للمحافظة، تعتبر من أكبر المحافظات في المحافظات الجنوبية. عندنا الماء متعب علينا، تمام، والكهرباء متعب علينا، يعني الكهرباء زيادة لأن الأطفال والأمهات ما يقدروش يرقدوا، والآن الناس كلها يعني والحمى حر زايد ما نقدرش يعني، والماء ما فيش عندنا كمان. من بين المناطق المحررة استطاعت لحج خلال السنوات القليلة الماضية التغلب على هواجس المخاطر الأمنية بتكاتف أبنائها سلطة ومواطنين، لكنها لم تستطع النهوض تنموياً في ظل واقع معقد. تدهور كبير في مستشفى بن خلدون، إلى درجة أن المستشفى أصبحت لا تستقبل إلا طوارئ للحالات الطوارئ وتقديم أدوية الطوارئ، بحيث أن لا يوجد أخصائي موجود في المستشفى ممكن أن يتابع الحالة. قسم العمليات أصبح نوعاً ما مغلق. التمريض الموجود أصبح كادر من خريجين المعاهد الفنية الذي تدربوا في مدة 10 أيام أو أسبوعين أو شهر، وحاليا هم من يقوم بهذه العملية في المستشفى. كلها بالفلوس، أي حاجة نقدمها بالفلوس. أنت مريض اليوم تصبح حتى 10,000 ما تكفيكش داخل المستشفى، تصبحي يعني حالتي صعبة. إذا كانت ما عندكش الفلوس ولا تموت يعني ما تقدري تسوي أي حاجة. المواطن لا يزال يعاني من هذه الأزمة ومن هذه المشكلة، و للأسف الشديد يعني من حقه، من حق المواطن أنه
ينتقد أنه يكتب أو يتكلم أو إلى آخره. هناك مشاكل عديدة. بالنسبة للمشكلة الأمنية هي طبعا تقريبا غطت جوانب كثيرة من بعد الحرب إلى اليوم أو من قبل الحرب بشوية، كان في هناك مواجهات وصراعات وحاجات، ولكن المشكلة الأمنية أصبحت تشكل هاجس مهم لكل المواطنين ولكل السلطة ولكل وتحققت أمور كثيرة في المجال الأمني، تحققت أشياء كثيرة، في استقرار نوعا ما. تطلعات المواطن في لحج لم تتحقق على ما يبدو في واقعه المعاش المحاصر بالأزمات اليومية والمفتقر لضروريات الحياة. المواطن تطلعات كبيرة جدا، ولكن السلطة المركزية يجب أن يكون لها وجود على الساحة تساعد المسؤول اللي يمثل هنا هذه السلطة. يعني إذا كان الأخوة فوق في الدولة لا يقولوا جهدا للبنية التحتية، فالمسؤول ماذا سيعمل هنا؟ المواطن ماذا سيقدم؟ فيجب على الدولة أن تكون متواجدة وأن يكون لها تأثير على 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 مشاريع التنمية لها لمسات. المواطن يبدأ يشعر بالاطمئنان، يشعر بالأمان، يشعر بأنه مشكلة الرواتب، رواتب الموظفين صحيح بعض المرافق تستلم تاريخ 25، ولكن بعض المرافق تستلم بعد 40 يوم 45 يوم. هناك في عيوب كثيرة موجودة في بعض المرافق الحكومية، والمسؤول عنها وزارات معينة، يعني تجد وزارة موجودة لكن أداءها في الخدمات أداء غير ملموس. المواطن يتحمل جزء من المسؤولية، ممكن كمواطن مش عنده وعي كامل بإيش حقوقه وما عليه من واجبات، لكن في المقابل الظروف الراهنة مش تسمح لحد إنه يكون بالدرجة العالية من الثقافة أو من الوعي. فالظروف الحالية ظروف أخرجت الواعي والغير واعي عن درجة المعيشة الحالية. زوجي يشتغل بالأجر اليومي، والراتب ولا يكفي حاجة ولا عندنا أي حاجة غير الراتب هذا. إيش اللي يكفينا الراتب حقهم هذا 60,000 اللي جابوا ناته، وعيالنا ناضلوا وقاهدوا يعني بداية 2015 يعني، ونحن ما عندنا أي حاجة، وعيالنا من عيال الحوطة يعني والحريين يعني، وكمان ناضلوا على بلادهم ودافعوا على بلادهم كمان. السلطة المحلية ورغم ما تبذله من جهود في محاولة لتطبيع الحياة وتوفير الخدمات الأساسية، إلا أنها تقف عاجزة أمام جملة من التحديات للنهوض ولو بالحد الأدنى من واقع التنمية وتلبية متطلبات العيش. نرحب بالأستاذ أنيس عبادي الرغيلي، مدير عام مديرية الحوطة ورئيس المجلس المحلي بلحج. أهلا ومرحبا بك اليوم معنا في هذا اللقاء. أستاذ أنيس، لا يخفى على أحد تردي الخدمات في مديرية الحوطة، في رأيكم ما هي الأسباب وراء هذا التردي؟ شكرا اختصار قناة بلغيس على هذه الاستضافة. طبعا زي ما قدمتينا مأمور مديرية الحوطة والمسؤول الأول على مديرية الحوطة، واليوم نحن أمام هذه القناة، يجب أن نطرح بشفافية كل ما هو متواجد عندنا في المديرية لننقل آلام ومشاكل أبناء الحوطة لتعلم السلطة في قيادة السلطة على مستوى الرئيس عبد المنصور هادي، وليعلم مجلس الوزراء في آخر زيارة لمحافظة لحج وتلمس همومها بأننا رفعنا كل الاحتياجات وكل الطلبات وكل ما تريدي في هذه القناة قد تم رفعه للجهات المختصة، ونحن اليوم في الانتظار حتى تستجيب الدولة لمتطلبات أبناء الحوطة ومحافظة لحج وكل المناطق المحررة. طبعا تردي الخدمات هذا لا يخفى على احد في جميع المناطق المحرره والمناطق الجنوبيه هو يعني واحد. امس انا في داخل الشيخ عثمان كان هناك طفح المجاري، دخلت المنصوره وجدت نفس المشكله. عندي في الحوطه تطفح المجاري نتيجه الانسدادات الموجوده في القنوات الخاصه بالصرف الصحي نتيجه للاهمال الذي رافق هذه المناهل خلال اكثر من 20 عام. يعني تردي الخدمات في جميع المجالات هو بسبب إهمال لا نقول متعمد، وإنما قد يكون لظروف الحرب والظروف الموجودة الآن في البلد. هناك عدم التعامل مع القضايا وعدم التعامل مع الخدمات بشكل مباشر وسريع من قبل الجهات المختصة نتيجة لضعف الموازنات التشغيلية وضعف الكادر وقياب للعامل أو الموظف المختص في هذا المجال، نتيجة لأن الراتب لا يفي متطلبات الأسرة، وهذا يؤدي إلى عزوف العمال إلى الشغل وظائف أخرى، ما يؤدي إلى تردي
هذه الخدمات لكونك انت ما تقدر او ما تستطيع ان توفر العامل النظافه كل ما يحتاج علشان يقوم بالنظافه، ولا توفر للمعلم كل ما يحتاج حتى يقوم بالتعليم، ولا يمكن ان توفر للعسكري كل ما يحتاج من اجل ان يقوم بدوره في حمايه هذه البلد. اليوم بعد مرور 4 سنوات على التحرير في مديريه الحوطه، ما الذي تغير؟ ما الذي جد؟ ما الذي تطور في المديريه؟ لا ينكر احد ولا احد من ينكر ان هناك تطور ملموس وانتقال من مرحله الى مرحله، ومرحله الحرب كانت مرحله تدمير. نحن في الحوطه معلومه لك اختي ساره اننا دمرنا قبل الحرب، ودمرنا اثناء الحرب، ودمرنا حتى بعد الحرب على ايدي عناصر مدعومه من جهات يعلم الجميع من هي. هذا التدمير ادى الى تدمير البنيه التحتيه وتدمير كل ما هو جميل في الحوطه، وهي واحده من المناطق المحرره. التدمير هذا اتى بالمديريه راسا على عقب في كل المجالات، حتى النسيج الاجتماعي تم تمزيقه من خلال قضايا القتل اللي كانت موجوده، وقضايا التشرد، وقضايا النزوح، لدرجه ان حتى اسر نزحت باولادها واهلها من اجل يعني النجاح. هذه الحوطه قبل الحرب، لكن بامانه من بعد الحرب الى اليوم نبذل جهود، وتبذل معنا السلطه المحليه في المحافظه ممثله بالاخ اللواء الركن احمد عبد الله تركي كل الجهود، وهناك ايضا جهود مبذوله من الاخ صالح السيد مدير امن في تثبيت الامن، وهذه اهم عنصر في المديريه نحن نشير اليه، بأننا وصلنا من مرحله من الامن الى مرحله لا يتصدقها عقل ولا يؤمن بها رجل، عندما يرى الامن في الحوطه عادل اكثر من 100%. واقولها بكل الفخر ان الامن في الحوطه والامن على محافظه لحج يتقدم على كل المحافظات، وهذا طبعا بشهاده دول التحالف وشهاده الخبراء والعسكريين. ما يحدث اليوم هو تطور، انما تطور غير ملموس، يعني نقول بطريقه بطيئه. التطور يحتاج انه بعد الحرب 4 سنوات كافيه بان بعد 4 سنوات ننتقل من هذه المرحله الى مرحله اكبر من هذه. نحن اللي حادث اليوم هو تطور طفيف نتيجه لدعم التحالف، ونتيجه لدعم الاشقاء، ونتيجه للمجهود اللي تقدم الحكومه رغم انه بالقطاره. يعطى لنا دعم بالقطاره للاسف، لكن نحن في الحوطه معتمدين اعتماد كلي على شغل المنظمات المحليه والدوليه والاقليميه، ويكون في هذا اللقاء شاكرا لكل الجهود اللي يبذلها صندوق التنميه الاجتماعي وصندوق الاشغال العامه ومنظمه الهجره الدوليه ومنظمه ارضيه مشتركه وكل المنظمات التي لا يسعني الان الوقت لذكرها. كل المنظمات قدمت الحوطه ما تستطيع خلال 4 سنوات، ونحن الان بصدد او ما يقارب 67 مشروع تم تنفيذهم في المديريه. بالنسبه للامن والقطاعات الخدميه كالكهرباء والمياه والتعليم والصحه، هل انتم راضون على اداء هذه القطاعات؟ لا لا لا, لا. الرضا بما معناه ان نحن راضين معناته ان الخدمات مقدمه 100%. لا، نحن من بعد الحرب اليوم نقول لك 4 سنوات كافية بأن تقدم هذه الخدمات على أكمل وجه. للأسف نحن نقدم ما نستطيع. الكهرباء ساعة نص ساعة تنطفئ، 3 ساعات 4 ساعات، قد تصل ساعات الانطفاء إلى 12 أو إلى 8 ساعات. هذا نتيجة لتهالك شبكة الكهرباء، نتيجة لضعف المحولات، نتيجة لتأخر الديزل، نتيجة لعجز إدارة الكهرباء عن توفير الديزل الفلترات والزيوت. كل هذه مشاكل متراكمة. قلت ليش انا لا استطيع ان اصرح لك في هذه القناه انه هناك تعمد، وانما نحن ايضا نعذر من هم في القياده بانه هناك اوضاع حرب، لكن لا نعذرهم بان يصل المواطن الى ساعه من الكهرباء لاصي وهو 10 ساعات في انطفاءات. يعني نحن نشعر انه في شيء لا نعلمه، ونريد منكم في قناه بلقيس الانتقال الى اروقه مكاتب الدوله لتسمعوا من المسؤولين نتائج قد تنشروها انتم للجميع لأجل أن يسمع لماذا نحن أو لماذا يمارس ضدنا هذا الأسلوب. في رأيكم إذا لم تكن هناك، يعني نستطيع أن نقول إهمال متعمد، ممكن أن نقول أن يوجد فساد أو شبكة فساد؟ شبكة فساد ولوبي نحن نعاني فيها من الحوطة منذ النظام السابق، ومنذ سقوط النظام السابق ما زلنا يعني تبعات الزلزال ما زالت. مركز الزلزال صح في صنعاء، لكن نحن في الحوطة نعاني من تبعات الزلزال. ما يحدث اليوم هو نتيجة لفساد 20 عام في التعليم، في الصحة، ترد الخدمات، في كل شيء، نتيجة لأننا كنا نحكم بالنظام لم يكن يراعي خدمات المواطنين، وإنما كان يراعي بقائه في السلطة فقط. لو طلبت منك أستاذ أنيس أن تلخص لنا أهم الصعوبات والعراقيل التي تقف أمام عرقلة بعض المشاريع التنموية في مديرية الحوطة. طبعاً العراقيل كثيرة وكثيرة جداً. أولاً عدم استجابة الحكومة لكل متطلبات الشعب في الحوطة. كل المتطلبات رفعناها نحن كمديرية في طاولة المحافظ، والمحافظ بدوره يعقد اللقاءات ويلتقي بالمسؤولين ويراسل ويواصل ويزور مجلس الوزراء لطرح كل هذه الآلام، لكن للأسف الصعوبات كبيرة وما ينفذ منها القليل، وهم كلهم أيضا يتعللوا بوجود الحرب. ما
ما زالت الحرب مشتعله. انا من اللي طرحت سؤال على مجلس الوزراء وفي زيارتي هنا الخميس نائب مجلس الوزراء وقلت له هل الخدمات مربوطه بايقاف الحرب؟ بما معناه يعني هل ننتظر بخدماتنا الى ان تقف الحرب؟ وهذا طبعا لو كان فعلا هذا الجواب نعم انه يجب ان تقف الحرب، الحرب لن تقف وسنظل هنا في صعوبات وسنظل خدماتنا ناقصه. انت لا تغفلي موضوع مهم في مساله الخدمات، نحن في اخر توظيف للدوله كان في 1999 اخر توظيف او 2012 هكذا. التوظيف من 2012 الى اليوم واقف، معناته احنا الان قد احيلنا للتقاعد، كلنا الان الشعب كله محال او الموظفين كلهم محالين للتقاعد. تريدي من يعطي في هذه البلد؟ اهم صعوبه اللي هي ايش؟ لا تجدي الكادر المناسب وتجدي الكادر الموظف وتجدي الكادر اللي يستلم راتب علشان يخدم هذه البلد. الامكانيه ضعيفه والخدمات تقدم ضعيفه، وللاسف من خلال قنواتكم ندعو دول التحالف للضغط على الحكومه بتقديم كل ما اوتيته من قوه لاسعاف هذا الشعب، لانه بلكونه ما زال يرزح تحت طائره الحرب الانقلابيه. لو نتحدث عن الميزانيه التشغيليه التي تعمل بها المديريه. ايوه، ده طرقت باب مهم وسؤال مهم، وقد طبعا رفعوا لمجلس الوزراء طلبات من هذا الصدد والخصوص. نحن في التشغيليه نستلم اليوم 40% مما كان يستلمه مسؤول الامس، بما معناه التكلفه التشغيليه او المبالغ التشغيليه اللي نستلمها لا تكفي لاداره المدير، مش تكفي لاداره مكتب، لا تكفي لاداره مدير المكتب، بما معناه كل المكاتب الان التشغيليه عندنا مبالغها التشغيليه بسيطه لا تفي حتى بالمواد القرطاسيه، وهذا يعني يؤدي الى فساد، كل المدراء العموم اللي يتعاملون معهم او نتعامل معهم اليوم تحاول ان تضغط عليه، تحاول ان تريد ان يشتغل بالصوره المناسبه، لكن تجد في الاخير ان مدراء عموم متفانين صحيح، لكن تحدث هناك في الهبه والهبه فساد في مكتب، فساد في مكتب فلاني، نتيجه لضعف المبالغ التشغيليه يلجا العمال او يلجا الموظفين الى ابتزاز الناس والدخول في مساله الفساد المنظم. لماذا لا يتم الاستفاده من وجود الاثار الموجوده في لاحج ومديريه الحوطه كذلك لانعاش قطاع السياحه من جديد؟ نال هذا القطاع نصيبه من التدمير عندنا في الحوطة، حتى القصور لم تسلم من التدمير والاقتحام نتيجة تفكير بعض الأسر اللي كان ناقص بعد الحرب مباشرة، افتكروا أن كل حاجة كانت فيد وتوجهوا حتى لاقتحام القصور التاريخية، والذي نحن اليوم نحاول أن نعيدها إلى حاضرة الدولة ونريد أن نعيدها إلى أن تصبح عبارة عن أماكن سياحية زي ما قلت أنت لزيارة الضيوف والأجانب والتمتع بهذه الآثار. نحن هذا القطاع أيضا مثل كل القطاعات مثل التربية والتعليم والصحة وغيرها نال قسم الآثار جزء من التدمير، حيث تم البسط على بعض المواقع الأثرية وتم اقتحام بعض الإدارات والمباني الأثرية، مما أدى إلى أن هذا القطاع أيضا يعاني. ونحن في هذا الصدد أيضا نطالب كل من لهم اهتمام بهذا الجانب أن يأتوا إلينا وينظروا إيش معانا ويساعدونا في إخراج الأسر المتضررة اللي من الحرب، لأنها بعض الأسر أيضا متضررة، مش كلهم مقتحمين، بعض الأسر المتضررة لجأ إلى القصور التاريخية في الوقت اللي يجب أن نخرجهم من هذه الأماكن ونقوم بتعويضهم ونقوم باستغلال وترميم هذه المرافق والقصور لأجل أن نستفيد منها في مسألة الترويج السياحي ومسألة إنعاش البلد. نعم، على ذكر النازحين أو الذين لا يمتلكون بيوت الذين ذهبوا للآثار، بشكل عام النازحين إلى مديرية الحوطة، كيف تتعامل السلطة المحلية معهم؟ من أول يوم تم دخول أول نازح في الحوطة تم تشكيل فريق بقيادة الأخ منسق منظمات عندنا في الحوطة هاني أمريكان، وأحب أن أشكره عبر هذه القناة لما قدمه من جمع معلومات دقيقة، هو والفريق الذي تكلف معاه في هذه المهمة، وقاموا بجمع يعني كشوفات متكاملة خلال 4 سنوات، ونحن نترقى أسر نازحة ولا نملك مخيم في الحوطة نتيجة ضيق المديرية، وإنما النازحين كلهم تم تسكينهم في بعض المرافق الحكومية اللي هي فاضية بدون يعني مدمرة بدون جدوى ولا لم تعود للخدمة، طرحناهم فيها مؤقتا. أيضا قاموا بتسكينهم عندنا هنا في الحوطة في البنازل، وقامت أسر برضه باستضافة أسر نازحة، ومن هذا اليوم أو من يوم وطأت أول نازح في المديرية نحن لم نقصر بحسب الإمكانيات التي نمتلكها، ورفعنا لكل المنظمات وتواصلنا مع كل المنظمات بأن هناك عندنا نازحين من مناطق شمالية ومن مناطق جنوبية في هذه المنطقة، وكان تدخلنا عاجل بحسب الإمكانيات اللي نمتلكها، وكانت بيضاء المنظمات مشكورة بأنها قدمت كل ما تستطيع لإسعاف هؤلاء النازحين. ذكرتم المنظمات الدولية، بشكل عام هل هناك توجه من السلطة المحلية أو يعني منكم لتعزيز دور هذه المنظمات لدعم مديرية الحوطة؟
الشيء اللي تعرفيه أختي يسار أن مأمور مديرية الحوطة أول ما استلم قرار التكليف كان أول مهمة قام بها هو زيارة كل المرافق والمنظمات الموجودة في عدن لتطمينهم وإيصال رسالة بأن الحوطة آمنة. هذه الرسالة كانت على عاتقي من يوم استلمت السلطة في شهر 3/2017. قمت وأنا فريق متكامل من المكتب قمنا بأول خطوة اللي هي ترتيب وضع المكتب وأول زيارات انطلقت إلى زيارات المنظمات لكونها قد عزفت عن دخول الحوطة، وكان التقارير اللي ترفع من الحوطة بأن الحوطة غير آمنة، وهذا ما شكل عبء كبير علينا أنه جميع المشاريع المتعثرة والواقفة وكل المنظمات رفعت يدها من الحوطة نتيجة للظروف الأمنية اللي غير مستقرة. عندما زرنا هذه المنظمات رفعنا رسالة واضحة بأن الحوطة آمنة ونرحب بكل التدخلات ونحن على استعداد لتذليل الصعوبات والوقوف إلى جميع المنظمات المحلية والدولية والإقليمية لتسهيل عملها في المديرية، وهذا ما كانت ثماره مباشرة بعد عدة أشهر دخلت هذه المنظمات وبشكل كبير في المديرية، وصل عدد المشاريع اليوم المنفذة في حدود 67 مشروع. نوجه بالشكر الجزيل لكل تلك المنظمات اللي تساعدنا. الزيارة دي كانت مثمرة لأن وصلنا رسالة كانت ترفع عبر تقارير من ناس حاقدين على الحوطة بأن الحوطة غير آمنة، وكانت طبعا المنظمات تلتقي بالكوليسترات وباختصار شديد يعني كيف الحوطة يقول لهم مش آمنة يبغى ما فيش أي تدخل. نحن رحنا بعثنا في هذا الملف الروح وعادت المنظمات مرة أخرى، والآن أنا عبرش أيضا أوجه رسالتي بأن الحوطة آمنة ولكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية تزور مكتبنا وتزور مديريتنا، ونحن معانا ألمان معانا أسبانيين معانا هنود معانا باكستان، دخلناهم في شوارع الحوطة وعرفناهم بكل الاحتياجات التي نحتاجها، والحمد لله العمل جاري على هذا الأساس أنه نذلل الصعوبات لكل المنظمات. نذكر الآن بعض المشاريع التي تنوون القيام بها في مديرية الحوطة، وإذا كان هناك ثمة مشاريع قمتم بها في ظل يعني وجودكم في قيادة السلطة المحلية. نحن لا نخفي عليك أختي سارة لم نقم بمشاريع عظيمة، وإنما قمنا بتفعيل المشاريع المتعثرة. يعني هناك أول خطوة كانت أيضا بعد زيارة المنظمات فتح ملف مهم جدا وجمع معلومات وجمع دراسات من قبل الفنيين في المكتب لمعرفة كل المشاريع المتعثرة، وهذه أول خطوة قمنا بها ورفعناها بها للصندوق الاجتماعي والأشغال العامة، بحيث وجدنا مبالغ خاصة بالمديرية نحن نبحث عنها وجدنا مبالغ في الصندوق وفي الأشغال تخص مديرية الحوطة. قمنا برفع كل المشاريع المتعثرة وتم انطلاق جزء كبير من المشاريع المتعثرة. أيضا قمنا برفع دراسات لبعض المشاريع الملحة وذات الاحتياج من الكهرباء ومثل المياه ومثل غيرها وغيرها. طبعا هذه كلها رفعت للمنظمات، والمنظمات تحضر في الكلسترات حقها وتناقش احتياج المديريات، ومن ضمنها الحوطة والذي تدخلوا مشكورين في استئناف العمل في المشاريع المتعثرة وكذا إنجاز بعض من المشاريع اللي قدمنا بها جديدة. طبعا المشاريع اللي تسألي عليها أختي سارة هي عبارة عن مشاريع رصد وبعضها تأهيل شبكات الصرف الصحي وترميم مدارس. طبعا لا ننسى دور التحالف في هذا الجانب، ان دور التحالف كان كبير جدا في تدخله ومنذ البدايه في امدادنا بالسلال الغذائيه وغيرها من الخدمات، وكذا ايضا ترميم بعض المدارس لعوده الطلاب لمدارسهم وترميم بعض المرافق لعوده الحياه للمرافق الحكوميه. هذا ما حدث بعد الحرب مباشره. ونحن الان بالنسبه للمشاريع اللي كانت تشتي بالتحديد، فنحن هنا قمنا بأعداد مصفوفة لكل المشاريع المنفذة، والمشاريع الغير منفذة سنعطيكم من هذه النسخة ولتكون لكم الحرية في الاطلاع عليها مشاريع. لكن أهم ترميم مدارس، طبعا كل مدارسنا إن لم تدمر كليا دمرت جزئيا، وإن لم تدمر جزئيا تم نهبها وسلبها وعدنا إليها الأثاث. وبعض الأسر أيضا أنا أوجه شكري في هذه القناة أنه بعض الأسر هي التي قامت بالأعمال السيئة في الحوطة، لكن معظم الأسر في الحوطة كانت صامدة أمام هذه الحرب وكانت واقفة وتم الوقوف أمام كل المرافق الحكومية، والحمد لله أعدنا الحياة في معظم المرافق الحكومية، ولكن أيضا ما زالت معضلة أمامنا وهي مسألة ملف الإعمار المتأخر في يد الحكومة، وأيضا ملف تعويض المتضررين، والذي أرسل عبركم رسالة بأن يجب أن نحرك هذه الملفات بأسرع وقت لكون المرافق الحكومية بعضها ما زالت مقتحمة، وزي ما قلت القصور ما زالت مقتحمة، وأيضا بعض المشاكل نعانيها من هذه الملفين اللي هي إعادة الإعمار وكذلك تعويض الأسر المتضررة الذي لا زالت تؤجر منازل مبالغ، وحتى أسر ما زالت متواجدة خارج الحوطة لتبحث عن سكن ومأوى لأن التعويض تأخر. بالنسبة لأسر الشهداء والمحالين للتقاعد، ما الذي قدمته وأسهمت في تقديمه السلطة المحلية لهم؟ أسر الشهداء طبعا نالت جزء كبير من اهتمامنا أيضا، وفتحنا نحن في مديرية الحوطة مكتب خاص، وكان هناك مكتب خاص بالمحافظة، لكن هنا أيضا في المديرية جئنا وفتحنا مكتب خاص سميناه الاعتناء بشؤون الجرحى والشهداء للحوطة المديرية. فتحنا ملف
وفتحنا مكتب جديد وكان على رأسه الأخ عفان العبدلي والذي كان مشكورا وقد قام بإعداد كل الملفات وجمع كل الاستدلالات والبيانات لتجهيز ملفات الشهداء ونقلها إلى الجهات وإلى دول التحالف للتعامل مع هذا الملف أيضا اللي هو أيضا من ضمن الملفات. كل ملفاتنا مهمة، لا نستطيع أن نقول ليش إن الملفات مهمة ومش مهمة، لا كل الملفات، لكن في هناك أولوية في الأهمية اللي هي ملف الشهداء لتعويض كل الأسر التي فقدت أبو الأب واللي فقد الأخ واللي فقد الزوج، واللي يجب علينا أيضا أن نهتم بأسر الجرحى وأيضا أسر الأسرى الذي ما زالوا يقبعوا في سجون الانقلابيين. هذه كلها الملفات تباعا نحن نحاول أن نهتم بها بحسب إمكانياتنا ونرفع في الجهات المختصة بحسب الإمكانيات الأخرى، ونطالب عبركم أيضا دول التحالف والحكومة بأن تهتم بملف الشهداء وأن تقوم بالإفراج عن الرواتب المحتجزة نتيجة لبعض المعلومات المغلوطة في بعض الملفات الذي رفعت إلى الجهات المختصة من بعض الجهات الذي لا نعلم ما غرضها في تشويه صورة الشهداء الحاليين والذين سقطوا في جبهات القتال. هذا الملف نحن أيضا نتابعه لإطلاق رواتب الشهداء والجرحى خلال الأيام القادمة إن شاء الله. أيضا أختي، ومن أبرز المشاريع اللي تم تنفيذها عبر السلطة المحلية، نحن في السلطة المحلية أيضا كان لنا دور في تنفيذ مجموعة من المشاريع وبدعم من الأخ اللواء أحمد عبد الركينج، قمنا بتنفيذ مجموعة من المشاريع بعدة ملايين ما هو ممكن في خلال الإيراد المحلي الذي قمنا أيضا بدخول في حرب داخلية لإيداع الإيراد في خزينة الدولة، حيث أنه كان الإيراد لا يدخل ميزانية الدولة. قمنا أيضا بشن حرب يسموها حرب باردة اللي هي كيفية إعادة الإيراد إلى الصندوق المخصص له، وقمنا بتسخيرها أيضا لخدمة المديرية، وقمنا بتنفيذ عدة مشاريع منها شراء محولات الكهرباء لبعض الحارات كمامساوة والرباط وحارة الدبة. أيضا قمنا ببناء ترميم بعض المدارس ومدها بالأثاث اللي هي إدارة التربية وبعض المدارس مثل زهراء وأسماء وغيرها وخديجة وغيرها المدارس. أيضا قمنا بفتح مكاتب الدولة الخاصة في الحوطة، يعني خاصة مديرية الحوطة، وقمنا أيضا بشراء مجموعة من الأثاث اللي نعاش الحياة في هذه المكاتب. أيضا قمنا بتنفيذ مجموعة من المشاريع وهي قمنا بتسوير بعض المناطق اللي دمرتها الحرب للحفاظ عليها من أي بسط عشوائي. كذلك قمنا بتأهيل حديقة الأندلس وهي طبعا تعتبر أول حديقة في الحوطة، وكان الصندوق الاجتماعي له دور كبير في دعمنا في هذا الجانب، واليوم تصل الحديقة إلى المرحلة الثامنة، هي 10 مراحل، اليوم نحن في المرحلة الثامنة والتاسعة والعاشرة. هاي الثلاث المراحل ستكون لكم إن شاء الله لقاءات معنا في الحديقة في أيام عيد الأضحى المبارك في أيام القادمة إن شاء الله. أيضا قمنا بعدة مشاريع واللي هي عبارة عن مد تصفيه بعض الغنوات حق السيول الخاصه بالسيول، لان احنا الحوطه عباره عن ممرات للسيول، الحوطه فيها قنوات عباره عن لا يوجد فيها اراضي زراعيه كثيره انما ممرات لهذه السيول. ايضا قمنا بتصفيه شبكات الصرف الصحي على حساب السلطه المحليه، قمنا بعد المشاريع، واليوم احنا ايضا بصدد اقامه عدة مشاريع معنا، ايضا ترميم سوق الخضار او تاهيل سوق خضار في الحوطه، وهذا طبعا الاول مره يتاهل سوق بمواصفات يعني عالمية أقول بأمانة، ومشكور في هذا الجانب الهجرة الدولية التي قامت أيضا بتنفيذ مجموعة المشاريع ومنها تأهيل سوق خضار خاص قمنا من خلاله بإدخال كل الباعة إلى السوق للحد من عملية الازدحام في الشوارع العامة. كثير من المشاريع أختي سارة سنعطيكم مصفوفة، تستطيعوا أن تضيفوا، تستطيعوا أن تقرأوا، تستطيعوا أن تنشروا كل ما تم تنفيذه من قبل السلطة المحلية ومن قبل المنظمات. للأسف أقول لك إن دور الحكومة في تنفيذ مشاريع في الحوطة ضعيف وضعيف جدا، لكن أنا لا أعطيهم العذر وأيضا لا أحب أن أصرح بأشياء غير دقيقة في معلوماتي. أستاذ أنيس، بالنسبة للإيرادات من أين تأتي وكيف يتم صرف هذه الإيرادات أو توزيعها؟ سؤال مهم جدا. مجلس الوزراء في آخر لقاء معنا اجتمع معنا، وبدلا أن يضع حجر الأساس لمجموعة من المشاريع طرق أن الإدارة المحلية يجب أن يكون لديها إيرادات، ونحن فاهمين أن هناك إيراد محلي لا يفي بالشيء القليل. الإيرادات طبعا كانت مبعثرة نتيجة الأنظمة السابقة ونتيجة الحرب وغيرها، عملنا ومنذ أن وضعت أقدامنا في السلطة المحلية إلى عودة ترك الإيرادات إلى ميزانية الدولة. الحمد لله نحن بدأنا نصل إلى الربط خلال هذا العام، خلال العام الماضي وصلنا أو سنصل إن شاء الله إلى الربط المحدد من قبل الدولة في كل المكاتب الموجودة رغم ضعف أداء هذه المكاتب. الكهرباء لا يورد، المياه لا يورد، مجموعة الاتصالات لا يورد، كل المكاتب الرئيسية لا تورد، لكن نحن في الإيراد المحلي دخلنا وخضنا حرب وأعدنا الإيراد، والآن نحن نسخر هذا الإيراد للأولويات اللي تكلمنا فيها قبل قليل وهي إقامة المشاريع التي تلامس المواطن، الكهرباء، المياه، الصرف الصحي والتعليم وغيرها من هذه الخدمات. الأستاذ أنيس عبادي العقيلي، مدير عام مديرية الحوطة ورئيس المجلس المحلي بلحج، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. شكرا جزيلا لحضوركم، وشكرا وأهلا وسهلا بكم في أي وقت،
ونبلغكم إلى الرسالة أخرى من هذه القناة أخرى قناة بلقيس أن نحن شعب طواغي للحياة لا شعب داعي للحرب. ونسأل عبر هذه القناة كل من يريد الحرب أن يقف أو أن تقف البنادق ويأتوا للبناء، نحن نريد بناء. لحج المحافظة اليمنية ذات الموروث الشعبي العريق الذي لا يزال راسخا في الأذهان وممارسا إلى وقتنا الحاضر. أن تكون في لحج فأنت أمام مشهد من التنوع والثراء الثقافي، فالمدينة غنية بإرثها الفني المتميز منذ ثلاثينيات القرن الماضي. لمدينة لحج حضورها الفاعل في المشهد الثقافي اليمني وتاريخها الضارب في عمق الحضارة التي يحفظ إرثها الإنسان اللحجي في مختلف الأزمنة. في مناسبات مختلفة يلمع نجم الموروث الشعبي والاجتماعي في لحج مضيئا سماء البلاد بإرث وطني وثيق الصلة بالذاكرة. يمارس المجتمع في لحج أسلوب حياة يمكن وصفه بالشغف الفني رغم الأوضاع العصيبة والظروف القاسية. والفلكلور الشعبي في لحج الوعاء الذي تستمد منه تقاليدها وقيمها الأصيلة ولغتها المعبرة عن ثقافتها وهويتها الوطنية المترسخة في الوجدان والذاكرة. الموروث الشعبي بهذا الزخم وفي ظروف تبدو غير مواتية يعبر عن مدى أهميتها في حياة الإنسان اليمني كثقافة مجسدة لجذور الهوية وقيم الانتماء. حتى في أصعب الأوقات تتحسس المجتمعات ذاخرتها الحضارية والثقافية لتجدير هويتها في وجه ما يتهددها من أخطار. هذا الفن الثقافي المتوارث جيلاً بعد جيل تبدعه الأنامل والأوتار وتجدده بصورة مستمرة كتراث خالد صعب على الاندثار والنسيان. شمولية التراث وتنوعه في لحج يمثل رابطاً قوياً للنسيج المجتمعي للمنطقة التي اكتملت طبيعتها بإبداع الإنسان. يوسف سليمان موهبة فنية، عاشق للتمثيل، متجاوزا مختلف العراقيل والصعوبات. سليمان يوسف فنان متعدد المواهب متنوع المهارات رسما ونجارة وتمثيلا. من مدينة الحديدة بدأ مشواره الفني مقيدا بالكثير من تعقيدات الحياة، شغوفاً بالتمثيل كهواية تخلقت من رحم المعاناة ونمت وترعرعت في كنف الحرب. بداية الفنية طبعاً لما كنت في المدرسة
كان بيختارنا الأستاذ إن احنا نعمل مسرح، فبدأت أنمي الموهبة هذه حتى إن أنا التحقت لما كبرت التحقت بالمركز الثقافي بالحديدة، وكانت بداية جميلة جدا. إضافة إلى التمثيل أنا أحب الرسم أيضا، فكنت أعطي لكل موهبة عندي وقت معين، فتطورت بحسب احتكاكي بمخرجين مسرحيين وممثلين في المركز الثقافي، أمثال عدنان ناشر العبسي، أمثال شوقي الخمري، زملاء كثير، فاستفدت كثير وبدأت أحب أن أنا أكون أظهر دائما بعمل مميز. الله يحفظك. لا قولي لي في أمبعك. في مشواره الفني كان سليمان يوسف دائم الحرص على الحضور في الأعمال الدرامية رغم موسميتها، حتى في نزوحه إلى مدينة عدن كان حاضراً في مشهد التمثيل مدفوعاً بحب الفن مثقلاً بهموم الحياة. معي لك خبره بمليون ريال. مليون ريال؟ لو أجا مثلاً عيد سبتمبر، عيد الوحدة، ها؟ أعياد، يعني نشتغل، وكان في سيولة مالية وفي نشاط ثقافي، ويجوا من بيت الفقيه الرقص الشعبي، وهذه لا يجوا من باجل والشعراء ويلتموا، وحركة ثقافية غير عادية. الفن يتفاوت من منطقة أخرى بحسب الإمكانيات اللي متاحة له. أنا الآن شفت نفسي أنا في المسرح، شفت نفسي أنا في عدن أكثر، وجدت أنه هناك فعاليات تقام سواء كان في الأندية أو في ملاهي، تمام، والناس عندهم عقليات أنهم يستوعبوا يأخذوا المسرحية. مثلاً كان قبل معانا اشتغلت مع فرقة مسرح المتحدين، فرقة جميلة واعية بقيادة الأستاذ خالد حمدان، طبعاً بطل مسلسل آخر 10 أيام قبل الزفة، فاشتغلت معهم عمل بيتكلم عن المخدرات، والناس يعني انبسطوا وعرفوا كيف لازم الأب يتابع ابنه والأم وذا، يعني في ثقافة مستوعبة. لكن مش ممكن الآن أعمل أنا في الحديدة مسرحية في الوضع اللي أنا فيه، فأنا وجدت نفسي للأمانة في هذه البلد وفي هذه الأمة الطيبة اللي هي عدن، احتضنتنا وذكرتنا بحضن أمي. الأعمال الفنية التي قدمها عكست إلى حد كبير الواقع المعاش وعالجت بعضاً من قضايا المجتمع، إلا أن الحرب كما يقول أثرت كثيراً على الدراما والفنون بشكل عام، خاصة في المناطق غير المحررة. قبل الحرب كانت الحياة كلها جميلة، مش الفن فقط، كانت الناس والأسر تنعم بالأمان والسلام. العمل الفني كان فيه تسارع، كنا نشتغل مع أكثر من منظمة، من ضمنها منظمة الجي آي زد، الآي آر دي، فكان العمل جميل، هنا فرقة وهنا فرقة، حتى المادة الناس اللي مثلاً بتمثل بترعي أسرها من خلال الأعمال هذه. كنا قدمنا ما شاء الله، قدمنا مسرحية اسمها الخاتم اللي بتدعي إلى التسامح في الديانات بالنسبة للمنظمة الألمانية هذه، وطفنا 22 محافظة، رحلة لم أكن أحلم بها وأنا طفل وتحققت طبعاً وأنا كبير، فكان جميل. وصلنا عدن هنا وذهبنا إلى جعار، فكانوا الناس عندهم ثقافتهم ثقافة الطيبة والكرم واستقبال الآخرين، وكان العمل جميل. بعد الحرب كيف بتشتغل وأنت المركز الثقافي حقك انقصف؟ كيف بتشتغل وهذا معه يعني منهجية أو سياسة معينة؟ احنا كان نوصل رسائل بس ما قدرناش للأسف، يعني ما قدرناش بعد الحرب. العمل الفني حقنا انك تلم اسرتك وتحافظ عليها من الخراب والدمار الموجود. الحرب التي اثرت على واقع الدراما اليمنية احالت الكثير من الفنانين الى حرفيين في سوق المشغولات اليدوية، الى جانب التمثيل يحترف سليمان يوسف الرسم والنجارة لتأمين حياته المعيشية في غير المواسم الفنية. رغم الحرب، رغم الدمار ذا، ما زالت قلوبنا تنبض إنه إحنا لازم ننشط، لازم نعمل. أنا مثلاً كوني نازح الآن بعدن، ما أقولش أنا نازح لأنه أنا لست غريباً، فهذه بلدتي. كلمة نازح إنك أنت إنسان لنقول ما عندكش قدرة على إنك تحيا كشخص، يعني
النازح لازم يكون عنده إرادة، لا يقتصرش يعني تفكيره بمادة غذائية، ببطانية، احنا كنا والله ندعو يعني المنظمات انها تسعى لتحقيق اشياء اجمل من الغذاء لفترة معينة وتنقطع وتتحول الى اشخاص ثانيين، حتى يحصل النوع احتكار، فلان يقول اوه فلان حصل يا اخي رز والله قطمتين، انا حصلت قطمة، هذيلك عطوا للناس ذيلا واحنا لا، فهم لك كيف؟ يعني احنا كوننا نازحين وفنانين، انا مثلا ارسم اخوض، انا عندي مثلا هواية في النجارة، تصلح ديكورات، دواليب صغيرة، غرف نوم، يا اخي ما تعطيناش اكل ولا اشتي منك فلوس، شك اعطينا معدات، اعطينا كومبريشن، اعطينا ماطور، منشار، اشتغل وابدع في عملي، وقت ما في تمثيل انا بروح اشتغل امثل، وهكذا الحياة تستمر عادي طبيعي. كغيره من الفنانين يشكو الفنان سليمان يوسف من ضعف الاهتمام الرسمي وغياب الوعي المجتمعي بأهمية وأثر الدراما في الحياة، متطلعاً إلى مستقبل أفضل يعيد الاعتبار للفن والفنانين. من واقع المجتمع في رسائل بسيطة ممكن نقدمها الشخص في سكتش وتوصل، احنا الرسائل مش نوصلها من شان الجهات المختصة تفهم، لا عشان المواطن نفسه يفهم ليش هو في الموقف ذا. أنا أتمنى برضو أنه الفن يوصل للمدارس، لأنهم هم الجيل هذا اللي هم أهم لبنة حقيقية في بناء المجتمع، عن طريقهم ممكن يتثقف يعني مضار المخدرات، مضار أشياء كثيرة، إيش معنى طاعة الوالدين، بسكتشات جميلة في المدرسة، وممكن أعودهم على الخطابة، ممكن أعودهم على الكتابة. فأتمنى أنه برضو الممثل، ممثل في بلادنا للأسف متى يذكر؟ لما يموت. يعني تخيلوا أكثر الآن من شخص عزيز علي أنا طبعاً، عزيز على الناس، ممثلين وكتاب ومؤلفين، اللي يعاني المرض واللي يعاني يلا وهات يا رسائل في الفيس وهات، هذه قصة يعني مش سهلة. أنا أتمنى الجهات المختصة هم يعتنوا بهذا الفنان، الفنان هو الإنسان، هو الثقافة، هو حضارة هذا البلد. مشاهدينا إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.